مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. اليوم راح نتكلم عن جهاز من شركة أرمر، اسمه أرمر ميك سكوانك. نشوف الحين محتويات العلبة ونبطل الجهاز معاكم بالورشة. طبعا هذه علبة الجهاز أرمر ماج وأرمر ميك، الكرت ماله بلاك أرمر ميك، والرقم ومتى التصنيع وتوقيع صاحب الشركة قبل الجهاز. هذه الربلات، حاطين لك كل الربلات اللي ممكن تحتاجها والبراغي الزايدة حق الجهاز. هذا هو الجهاز، شوف الحين طريقة تبطيل الجهاز بالورشة. انتقلنا حق الورشة وبطلنا الجهاز. هذا قطع الجهاز، هذا التيوب البراس، وهذا الديكور اللي تحت، وهذا الدقمة مثل ما انتم شايفين جولد بليتد، وهذا الفايفتن هم جولد بليتد، وهذا البدي مال الجهاز. جهاز جدا بسيط لو تشوفونه، وهذا البطل الديمود، وهذه البراغي. بس تبطل هالأربع براغي الجهاز بكبره تبطل معك. الحين نشوف طريقة تجميع الجهاز. هذه الطريقة، شوف الفتحة الكبيرة هنا والصغيرة حق البطل، هذا صوب، تحط البرغيين الكبار تحت. كل اللي تحتاجه علشان تبطل الجهاز الانكي، الانكي نفس الحجم كل سهولة. الثريندينج مال الجهاز وايد ممتاز، لكة واحدة تسكر من تحت ما انتو شايفين بشكل بسيط، تي حق الدقمة مع القطعة اللي فوق، شوف شلون. اهم شيء بسيط طريقة تركيب التيوب، لان الثريندينج مال الدرلن بسيط زين، فناخ نطلعها اول. الثريندينج ما نبي نخربه بالبراس، فشن نسوي؟ نفره عكس. لما تسمعون صوت طقه كلك كذي، راح يركب معاكم دايركت. تاكدون انه سيده بس. طبعا العمليه وايد دقيقه علشان لا نخرب الثريدنج مال الدرلن. لا آخر شيء، بس لما يلقم يركب بسهولة وما تشد عليه حيل، بس كذي تركب القطعة اللي فوق بهذه الطريقة أو بطريقة أسهل. أنا أول شيء أركب التيوب بالجهاز، بعدين الفايف تن هني مكان البطارية هالصوب، ركب تقريبا. البرغي الطويل تحطه الصوب الثاني علشان لا يدخل على الدقمة، البرغي الصغير تحطه جدا.
ما انتم شايفين يعني طريقة تبطيل وتركيب الجهاز جدا بسيطة حق التنظيف. والله تبي تنظف تحت الفايف تن، فالجهاز موفر لك خيار التنظيف، مو ها بس يعني الجهاز ما يتبطل. شت لك عليه لك بسيطة بس. هذا الجهاز ركب معانا، الحين نشرح طريقة استعمال الجهاز ونشرح شلون تقدرون تحصلونه وين وبكم وشلون بالفيديو الجاي. نرد الحين حق استديونا المتواضع. وريناكم طريقة تبطيل وتركيب الجهاز بالورشة. الحين نتكلم شوي عن أساسيات الجهاز. الجهاز ميكانيك سكوانك. احنا متعودين على اجهزة الميكانيك اللي تي بليتة من سيلفر او البراس بليتة، والدقمة تضغط والبطارية دايركت. هذا لا، هذا يعني الفايف تن والتيوب البراس وبالنص الكونكشن. فهمتوا علي؟ يعني الفايف تن مع التيوب كذي صايرين، واللي يسوي الكونكشن بينهم الدقمة اللي هي مطلية ذهب، والفايف تن مطلي ذهب، والبراس اللي هو التيوب. في طبعا سيلفر ابجريدد. سيلفر يقولون يتحمل مقاومة اكثر، توصيله احسن، واشوف انا التوصيل هذا وقوة الهيد كافية. ارتفاع الجهاز 74 ملي متر، العرض 46. جهاز وايد صغير، في وزن حلو يبين ان الكواليتي ماله ممتاز، مصنوع من الدرلن، في اديشنات، في البادي انجريفد وتوب اسود واللي تحت اسود، وفي انجريفد واللي فوق سيلفر وتحت سيلفر، في البادي العادي الاسود فوق سيلفر وتحت سيلفر، وفي البراس فينش حق القطعتين اللي فوق والبادي انجريفد. في نزلوا له سليفات جلد من تي جي وشخص ثاني. لكن شلون نحصل الجهاز وبكم واذا متوفر ولا لا؟ مثل غالبية اجهزة الهاي اند تحصل الجهاز بجروب ارمر ماك. تنزل لستة عدد اجهزة معينة، اسرع واحد يكتب اكس 1 يربح شراء الجهاز، او جروب تربل ام ينزل عليه مزادات يوصل الجهاز، يعني يبتدي السوم من 650 و 850 دولار وانت صاعد. ما تحصل الجهاز بسعر الار ار بي اللي هو السعر الاساسي ماله الا باللست. الجهاز بشكل عام سهل الاستخدام، البطل ماله وايد عاجبني مال الديماز. طريقة شوفوا مثل ما انتم شايفين هذه، بس تلها لا بايب ولا شيء، ماكو تركيب على طول. تضغط هني وايد روعة. الأشياء اللي ما عجبتني بالجهاز إن البادي بسرعة يتزلق إذا ما حافظت عليه. طبعا نحطي لك جلدة، تقدر تروح تشتري جلدة تحمي الجهاز. والشيء الثاني إن البطل يشيل جوس شوية، فكل دقيقة انت بتبطل جلده وتركب. فمن الاشياء اللي تسهل عملية تعبئة الجوس اللي هي هذا الشيء، هذا البطل تعبي من فوق وانت وايد مرتاح. حجم الجهاز صغير مثل ما انتم شايفين. انصح فيه بشدة اذا حصلته لا تفرط فيه. اذا حصلته لا تفرط فيه، جهاز جدا حلو، جدا راقي وهاي اند. ان شاء الله غطيت لكم تقريبا اغلب الاشياء اللي موجودة بالجهاز، وابي رايكم بالكومنتات. يعطيكم الف عافية والسلام عليكم.